طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير، يسعد لي مساكم جميعا أحبتنا في كل مكان بحلقة جديدة من طاقات بلا حدود، نستهلها مع بداية الأسبوع وضيف مميز يطلع عليكم اليوم. أسبوعنا كلنا مستمعين نبغى نبدأ كلنا مع بعض صفحة جديدة نخط فيها بإيدينا التفاؤل والإصرار. قصص الإصرار وقصص الكفاح أكيد تتوارى وتتوالى، واليوم رح يكون ضيفنا جدا مميز، رح نستمع كلنا مع بعض، رح نستمتع ونستفيد في نفس الوقت. لكن خلوني أذكركم أن طاقات بلا حدود بيطلع عليكم كل يوم، مو بس يوم، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدى ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. لكل اللي حابين يتواصلوا مع ضيفي اليوم، تبون تطرحون عليه الأسئلة ولا تقصرون بأسئلتكم اليوم، يلا اسألوا عشان كلكم تستفيدون، بالذات اللي عندهم مشاريع باديين، يعني زي ما يقولون يخطون في عالم الأعمال، شاركوني على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84770، موبايلي 640660، وزين 746262، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100، وأيضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم وآت أمينة العبد الله. اليوم يا ترى من ضيفنا اللي طبعا على صفحتنا بتويتر قد عرفوا من 3 دقائق، لكن اللي قاعدين يسمعونا طبعا عبر الراديو، اليوم ضيفنا المهندس صبحي بترجي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني. مساك الله بالخير أستاذ صبحي، وحياك الله معي بطاقات بلا حدود. مرحبا، سعدت أنا بوجودي معكم. إحنا أكثر أسعد، وأكيد كلنا كل الصبايا وكل الشباب كنا نبغى يعني نستمع لمسيرتك من بدايتها إلين الآن، كنا إن شاء الله نبغى نستفيد، وأكيد يعني الكل بالذات اللي بيبدون مشاريعهم أكيد يبون يتعلمون. أنا رح أردك ورا حيل حيل ورا، رح أردك اللي عرفته صراحة ما شاء الله، والعصفورة يقولون جات قالت لي إنك ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت كنت من 10 الأوائل في الثانوية العامة، مو بس على المدرسة ولا على محافظة جدة، على المملكة كلها عين عليك. ما شاء الله تبارك الله، علمي ولا أدبي أول شيء؟ لا أكيد علمي. علمي، طيب هذه كانت بدايتك، يعني ما شاء الله زي ما يقولون دافور ولا باللغة العصر الحديث، نعم دافور. ما شاء الله، طيب خلصت الثانوي، معدل عالي كان؟ أيوة نعم. بعدها أكيد أخذت قرار التوجه للجامعة. هو في ذاك الوقت كان بعثات من الحكومة السعودية، وكنت أنا أتخصص طبيعة فيزيكس يعني، واللي تخصص طبيعة ويجيبوا درجات عالية كانوا مخصص لهم يروح المملكة، يروحوا الولايات المتحدة الأمريكية. أها حلو. أنا رحت أمريكا ودرست 6 شهور في معهد للغة في جامعة كانزاس، وكنت ضمن 2 من 60 اللي دخلوا الجامعة من أول 6 شهور، ودرست الهندسة الكهربائية في جامعة كانزاس، ثم درست الماجستير في جامعة كولورادو. ماجستير جامعة كولورادو، الماجستير نفس التخصص. طيب خلصت الماستر، بعدين رجعت المملكة عشان أوفر عليك الأسئلة. يلا. رجعت المملكة اشتغلت طبعا البترجي شغل أدوية، وأنا مهندس إلكتريكال إنجينيرين كهرباء، ما في مجال إيه، ما أنا كنت بسألك هالسؤال، شو الدراسة غير والمجال غير؟ يعني طبعا أنا معلش عفوا أستاذ صبحي، لأن كثير من الشباب الحين أكيد أنت حتسمع حتى المداخلات، نعم، اللي بيقولونك إحنا بندرس شيء لكن لما نجي على أرض الواقع بنشتغل شيء ثاني. ممكن، ما في مشكلة، المهم أنه التعليم يوسع مدارك الإنسان. حلو. فأنا كإلكتريكال إنجينير رجعت وشغل أهلي أدوية، جدي أول من أدخل الدواء في المملكة العربية السعودية، لكن على نفس المسيرة. أيوة نعم، فذهبت إلى اشتغلت في الجفالي، كان راتبي 2200 ريال. كنت السعودي الوحيد بين 200 مهندس. السعودي الوحيد. نعم، بس أنا رؤية جدي، توصيات جدي كانت أمامي إن إحنا ما نشتغل عند أحد، إحنا رجال أعمال، إحنا عائلة تجارية ما نشتغل عند أحد، فأنا كان هدفي إن أشتغل مهندس أتعلم
وبعدين أشتغل شغلي الخاص. وفعلا وأنا أنا أنادي جميع المستمعين الشباب والشابات لا يفكر في اليوم يدور وظيفة. حلو. لا يفكروا يدور وظيفة. ترى المملكة العربية السعودية الآن في ثورة اقتصادية غير عادية يجب أن ننتهزها. لا تفكر أنك تشتغل عندها. أنت قلت نقطة أستاذ صبحي، قلت نقطة مرة مهمة، قلت أنت لما اشتغلت في الجفالي كنت الوحيد السعودي. نعم. من ضمن يعني أخواني 200 لبناني، 200 مقيمين، خلينا بالكوكتيل. لأن الحين السعوديين بيقولك إحنا ما يعني ما نقدر مو ننافس، أو ما نقدر مثلا لأن موجودين في حوالينا وهم يعني بيكونون الأقوى. خلينا أقولك أنت شلون قدرت ذاك الوقت أنك تبرز نفسك؟ أنا كنت أقوم صلاة الفجر، أنا أخرج من البيت والنجوم في السماء. هذا نموذج للسعودي. إذا كان سعودي تبغى تعتقد تنام في البيت وأنك أنت تنجح، ما راح تنجح. صح. فلذلك كالطير يغدو خماصة وتعود بطانة، لازم تخرج من البيت والله يتكفل بالرزق. صح. فلذلك اشتغلت سنة في الجفالي، وبعدين سويت شركة مقاولات، وأنا أبويا ما دفع لي ولا قرش من جيبه. اشتغلت في المقاولات على طول على الطبع. حتى هذه بيعتبر مرة بعيد يعني عن تخصصك. ليش؟ مقاولات الكهرباء. مقاولات كهرباء. مقاولات كهرباء. إيه أنا على بالي. لا مقاولات كهرباء. وكنت أنا أسلك الفلل بيدي، كنت أطلع على السطح زي مع العمال وأسوي كل شيء بيدي. ما يعني ما قلت أنا سعودي ولا قلت أهلي تجار. لا ندور أنا على الفلوس، دور على القروش، على الإنجاز. على رزقك بتدور. على رزقي وأدور على الإنجاز. كنت حتى أنا لدرجة إن أنا كنت أكتب مقالات في الإذاعة السعودية. حلو. كان عندي كتاب. يعني زميل إعلامي. نعم. كان عندي كتاب كنت أخذ منه مقالات وأروح أقدمها في الإذاعة السعودية، وأخذ 150 ريال على كل مقال. حلو. أيوه. يعني الإعلام كان بعد طريق ثاني. نعم. وكنت أستخدم حياتك. كنت أستخدم القسط، جزء من كنت أشتري أراضي كمان بالتقسيط. بالتقسيط. أيوه. وتبيعها. كان في واحد صديق يبيع أراضي بالتقسيط، وكنت أشتري أراضي بالتقسيط وأبيعها. نعم. طيب يعني ما شاء الله في بدايتك أنت أخذت كذا مهنة، مش مهنة واحدة. نعم. عقار كهرباء، عقار أراضي، بيع وشراء أراضي بالأقساط وإعلامي. خليني شوي بس أبغى يعني أركز شوي على الإعلامي. الإعلامي كم استمرت فيه؟ وهل لازال معك؟ هل لازال جوافك؟ لا أنا كنت أكتب أخذ مقالات من كتب وقدمها في الإذاعة السعودية. حتى أنا ما كنت أنا اللي ألقيها، كنت مجرد إن أنا شخص ثاني يلقيها وأنا أحضرها. كانت هواية ولا كانت؟ لا كانت وسيلة لكسب الرزق. لكسب الرزق أكسترا. طيب. طب عقب هذه في وظيفة بعد ثانية؟ يعني أنا كان راتبي في الجفالي 2200 ريال، كنت أحصل 1000 ريال من هذه من الإذاعة. من الإذاعة. وال 1000 ريال كنت أدفعها تقسيط أراضي. التقسيط في الأراضي. أيوة نعم. يعني كانت الأرض بعشرين ألف ريال. إيه كانت حلو، كانت بعشرين ألف ريال. أيوة. بس يعني حتى لو حسبناها بذاك الوقت يعني بتكون عالية بالنسبة للمستوى المعيشي يعني. طيب. نعم. الآن بالتكنولوجيز وفي وسائل كثيرة للإنسان يشتغل حتى من بيته الآن. صحيح. طيب أنت حامل لواء أسرة بترجي ونجاحاتها بعد الوالد المرحوم عبد الجليل بترجي، صح؟ نعم. طيب متى اتجهت لنفس العائلة يعني نفس المستشفى سعود الألماني؟ متى بعد أنا اشتغلت في المقاولات لمدة من عام 1975 إلى حوالي 82، يعني حوالي 7 سنوات. بعدها تخرج أخويا خالد من ألمانيا كطبيب ورجع، وأمي طبعا مسميته على اسم طبيب لبناني. وأنا الصبح الوحيد في المملكة مسمى على اسم طبيب مصري. وأخوي عادل نفس الشيء. فأمي كانت يعني تحب الأطباء والمصريين كانوا ذاك الوقت يعني قمة في الطب. وأخوي خالد رجع مسمى على اسم طبيب اللبناني. وأمي تقول الآن أخوكم رجع، مين يبني له المستشفى؟ هو الوحيد اللي راح طب. هي كانت تبغانا كلنا طب، تبغى مهندسين كلنا، ما في أحد راح. الكل كان طيب. يعني هو الوحيد دكتور خالد اللي يمكن حقق حلمها. فتطوعت أنا على أساس إن أنا أبني لها المستشفى، أبني له المستشفى، وفعلا بنينا المستشفى. لكن الخبرة العقارية هنا طلعت. نعم. لا المقاولات. أو المقاولات عفوا. فبنينا المستشفى ونجحنا نجاح. أخويا خالد طبعا ما أمي ما أرادت أن يكون إداري،
فتتجه إلى غرف العمليات وأنا مسكت المستشفى ماليا وإداريا. نجحنا نجاح باهر. حلو. أستاذ صبحي بس بسألك، كم تتذكر قد إيش كانت مساحة المستشفى ذيك الأيام؟ مساحة المستشفى يعني كمباني؟ أي كمبنى نفس اللي الآن يعني إحنا نعرفه. نعم. أنا ما حبيت إن أنا أبدأ شيء، وذلك يعني الدولة عندنا هي اللي الدولة يا جماعة يا شباب، توجد وسائل كثيرة لمساعدة الشباب في الدولة. الآن في بنك التسليف يقرض السعوديين، أنا في ذاك الوقت كان صندوق ولا يزال صندوق تنمية المشاريع في وزارة المالية يقرض المستثمرين في المستشفيات إلى 50 مليون ريال، فكانت صحيح. فأخذت أنا 50 مليون ريال جزء من عندنا تحويشة العمر في المقاولات الكهربائية. ما حسيت أنها مخاطرة؟ خطوا فيها مخاطرة صراحة. أنا ما أخاف، وأعرف أن الرزق بيد الله، مجرد أن الإنسان يخرج من بيته ويسعى. والله أنا أول مرة أفكر أنه خطورة. أنا أقول لك ليش أنا يعني سألتك أن فيها مخاطرة، لأن في ذاك الوقت يمكن لما يكون مستشفى وخاص يعني في مستشفيات حكومية، شو اللي بيخلي المواطن أو الشخص أنه ممكن يروح المستشفى خاص وأنا عندي حكومي؟ عشان كده أنا أحس مو بس كذا، مستشفى خاص يدفع فلوس والحكومة يدفع فلوس. جيدة. أيوة. وبلاش هذا. أيوة. هو هنا تكمن المخاطرة. نعم هذا كلامك صحيح، لكن إحنا عائلة تجارية، هذا في دمنا. إحنا رشأنا في دهليز بيتنا نلعب استغماية بين صناديق الأدوية. فالطب في دمنا. فما في مجالنا نحن. تربيت على نعم تربينا على خدمة الناس وعلى تخفيف آلامهم، فبالتالي ولذلك أنا حاطت جوالاتي الآن في جميع المستشفيات. إحنا عندنا الآن 8 مستشفيات، تلاقي جوالاتي موجود، جوالي على الجدران وفي المصاعد وفي غرف المرضى وأماكن الانتظار. جوالي نفسي. نعم 0505621569. يلا الحين استقبل الآن وجوالي أعيده مرة ثانية. ليش؟ لأن أنا أؤمن إنه مساعدة الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سعى في حاجة أخيه المسلم سواء قضاها أو لم يقضها كانت له بأجر اعتكاف 30 يوم أو كما قال في مسجدي هذا. فأنا أؤمن إنه الاتصالات هذه تدخلني الجنة. صحيح. ولذلك أنا حاطط جوالاتي 0505621569. يعني الله يحييكم. اتصل أي اتصال، أنا أحب أن أنا الناس تتصل فيه. صحيح. أي حاجة يعني كاو، هذا هو الأستاذ صبحي بترجي عطاكم يعني رقمه الخاص، ويعني ما لحد يقول في عندي مشكلة أو في عندي كاو، هذا يعني واستشارات. أنا مستعد استشارات مجانيا لكل من أراد. أبي أستاذ صبحي بدكاترة حق طبابة البرنامج اللي عقب عموما احنا رح نطلع فاصل، لكن طيب. رح نرجع نواصل معاكم طيب. مع مسيرتك المهنية مستمعين الكرام، خليكم معايا ومع المهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني. لكل أسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها على ضيفي لليوم، كل اللي عليكم انكم تتشاركوا معاي عبر على أرقامنا التالية عبر الاسم اس مشتركي الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62. وبالنسبة للخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. أيضا لا تنسوا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أفأم وآت أمين العبدالله. ويلا يا شباب، يلا يا صبايا، أبي أشوف كل أسئلتكم اللي تبون تطرحونها على ضيفنا. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبدالله. أرقامنا على السريع لكل اللي حابين يتواصلوا معنا في حلقتنا اليوم، إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي لطفون عليكم أو أي مشورة حابين تطرحونها على ضيفنا اليوم المهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62 وخط هاتفنا المباشر ومجاني 012-61-61-100. أيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أفأم وآت أمينة العبدالله. دكتور عشان ما شاء الله كلكم دكاترة مستشفى السعودي الألماني، ومتعودة أنا دكاترة بعد، بس إن شاء الله يلا قدام نديك دكتور إن شاء الله. طب أستاذ صبحي،
يعني أنا في حاجة يعني قريت عن حضرتك قبل ما شاء الله أدخل بكمية الجوائز اللي أنت حصلت عليها، في عندك كتاب ألفته طريقي إلى النجاح. طيب هذا يعني ما تحس إنه نوع من أنواع الشغف الإعلامي، إنك أنت بديت يعني في الإعلام، أنت قلت كنت بتكتب، ما تحس إنه لسه ما زال عندك هذا الشغف؟ إنه كان ممكن أنت في يوم من الأيام اتخذتها كمهنة، لكن ممكن المهنة هذه اللي يعني بالذات الكتاب بتكون يعني بتظل معاهم على مر السنين وبتصبح كحب كشغف كهواية يمارسونها. ما حسيت إنك ممكن يوم من الأيام أنت عشان كده يعني أصدرت كتاب طريقة إلى النجاح؟ والله أنا صراحة ما فكرت في هذا الموضوع من الماضي، لكن أنت أول شخص ينبهني على هذا الموضوع. قد تكون فعلا عندي أنا نزعة إعلامية لكن ما فكرت فيها. أما موضوع الكتاب، الكتاب هو سويته أنا من مبدأ إسلامي بحت، ومعنى أنه أنا تعلمت شيء في هذه الحياة، وصلت إلى فورمولا معينة أو معادلة معينة من 6 نقاط لو اتبعها الإنسان يستطيع الوصول إلى هدفه مهما يكون ذلك الهدف. هذه موجودة في كتاب اسمه طريق النجاح، من مبدأ أنه من تعلم علما وكتمه ألجم الله بنجاة من النار يوم القيامة. فأنا سويت هذا الكتاب لأني شعرت أني توصلت إلى حقيقة مهمة في هذه 6 نقاط. أنا ولدي سلطان راح أمريكا ورجع اتصل فيه قال يا بابا أنا فاشل وما أقدر أكمل، راح الثانوية آخر السنة في الثانوية فقاعد أخذ F يقول اللي هي العلامة الرسوب. فأنا قلت له سلطان لا أنت راح تجيب A's اللي هي النمرة النهائية في كل المواد اللي أنت أخذتها. ما صدقني، طبقت عليه 6 نقاط هذه وفعلا وفعلا سلطان جاب A's في كل هذه. نبي نعرفها على فكرة أستاذ الصبحي، في واحد يعني من أول ما بدينا بتويتر راجح الحربي يعني وجه لك سؤال يقول يسعد مساكي وضيفك الكريم المهندس الصبحي، بترجي سؤالي شيني مقومات العمل بالتجارة الحرة، يعني كان نفس على نمط كتابك طريقة إلى النجاح. أنا أقول لك يا حربي كتابي موجود في جرير، حلو، ثمنه أظن 50 ريال بس ولا يكلف وغير هادف للربح. أنا أبغي وجه الله، فخذ الكتاب هذا واتصل فيه إن وجدت أي مشكلة. حلو. لكن وأي شخص يسمعني الآن الكتاب موجود في جرير أو كمان العبكان وتهامة، حصلوا الكتاب هذا أنا متأكد إنه سوف يغير حياتكم زي ما غير حياة ابني سلطان. حلو. طب عدنا شنو التبس اللي عطيتها سلطان اللي خلت يعني يمشي في مقومات النجاح؟ بعدين ما يشتروا الكتاب يا أمينة ما يشتروا الكتاب الله يهديك. الكتاب كتاب مهم، كتاب فيه أشياء طريق النجاح. أيوة بعدين شخصية مهمة يعني أكيد الكل يبي يعرف شلون وصلت. تذكر 6 نقاط هذه أو نأخذ منها 3؟ أنا صراحة لا حيشترونا نبغى كذا بس سريعة نأخذ يلا عطنا 3. النقطة الأولى أن الإنسان يبدأ بفكرة. حلو. الفكرة يعني كيف تستطيع أن تحول الفكرة إلى شيء ملموس. طيب. كلنا مر بهذه الحياة، مثلا أنت بتشتري سيارة، هذه فكرة. في بعض الناس يحول الفكرة إلى شيء ملموس ثاني يوم ينزل يشتري السيارة. صحيح. في بعض الناس يأخذ شهر شهرين إلى حد يشتري، فكل شيء يبدأ بفكرة. يعني أنا مثلا بديت بفكرة المستشفى بس يبيلها رأس مال الفكرة. لا يبغى لها عمل، يبغى لها عمل قبل رأس المال. يعني ربنا نزلنا من الجنة احنا كنا في نعيم، نزل سيدنا آدم من الجنة احنا كنا في نعيم، فنزلنا عقابا لنا، يكفينا عقابا انه نزلنا الى هذه البلد الى هذه الدنيا. فربنا ما هدفه اشقاءنا ابدا. ربنا قال اسعوا يا عبد الله السمع، يعني بمعنى انه لو توكلتوا على الله حق توكلي لرزقكم كما ترزق الطير تاخذوا خماصة وتعود بطانة. انت اشتغل يا فلان. انا بديت المستشفى هذه تقريبا من لا شيء، بديت مستشفياتنا كلها من لا شيء، غير ان انا اخرج من بيتي وعندي الفكرة. اديكي مثلا نموذج الى هذا النموذج بسيط. انا بديت اول مستشفى، بعدين جالت عندي فكرة ان انا ابني 5 مستشفيات اضافية. يوم من الأيام في سعي لهذا سافرت ركبت الطيارة، جلس جنبي شخص اسمه الدكتور أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية. حلو.
يا فلان ما أعرفه. وهذا من تسهيل الله، هذا من تسهيل الله فعلا، يرزق الطير فما بالك بني آدم. فجلس جنبي وشرحت له أنا إيش عندي، قال لي أنا أساعدك في جميع المستشفيات، وفعلا البنك الإسلامي للتنمية ممول لنا في جميع مستشفيات. فأنت فهمت قصدي؟ بالضبط. أنه الإنسان يجب أن يخرج من بيته. الحين في عندنا أصلا جائزة جائزة الصحة، وزي ما قلت مثل ما تفضلت أستاذ صبحي، يعني أفكار في عندهم أفكار اللي بيطرحها من الشباب راح إن شاء الله يمولونه ويبدون يوقفون على رجله. بس مثل ما قلت حضرتك إنه لازم العمل، لازم يسعون على فكرتهم، مش خلاص أنا عندي فكرة وأقعد مكاني سرك محل وحط إيدي على خدي وأقول ماكو شيء. عشان كذا ليش أنا قلت لك رأس المال، يمكن لأن كثير وحتشوف الاتصالات بيقول لك شلون أنا تبيني أتحرك وأنا ما عندي أساس رأس المال، يعني حتى يمكن لو يبدي مشروعه صغير وبكرة يكبر. نعم. طيب أنا زي قلت لك أنا بديت شغلي ولا قرش من والدي. أنا أول ما بديت أخذت أول عمارة لعمل الأعمال الكهربائية فيها، ما كان في جيبي ولا قرش، طلبت أصريت على المالك أنه يعطيني دفعة مقدمة. حلو. كان مشروعي كان بربعمية ألف ريال قبل أربعين سنة. فأصريت على صاحب العمارة أنه يعطيني دفعة مقدمة. حلو. ولذلك أداني 80,000 ريال، 20% من 400 80,000 ريال. جميل. فبالتالي صار عندي رأس مال وابتديت أسوي العمارة وابتديت كذا. بعدين يوم من الأيام وأنا ماشي في الشارع شفت مبنى الهيئة الملكية، قلت هذا إيش المبنى، دخلت لقيت مدير المشروع زميلي في الدراسة. جميل. فساعدني وهذه الطريقة ينتقل الإنسان. يعني الكلام معاكم ما شاء الله مرة شيق، بس قاعدين يسألون شنو الكتاب اللي نصح فيه الأستاذ صبحي بترجيه، الكتاب طريقي إلى النجاح، ومثل ما قال طريق النجاح لدكتور محمد مفرح اللي هو كاتب الكتاب. دكتور محمد مفرح في موجود في جرير وفي تهامة وفي عبيكان. بالضبط. ححط لكم أنا على تويتر عموما عشان اللي يبي يقتني هذا الكتاب. وأيضا في يعني في جملة قالها أنت قلتها، أن جميع الأفكار والأهداف ممكن أنها تتحول إلى واقع. نعم. مهما عظمت. هلا هلا الآن أنت عارفة ودارسة ما شاء الله عليك. وتفاوت بين الخير والشر. أكيد رح نعلق عليها ساعة صبحي، لكن إن شاء الله بعد صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. رحب فيكم من جديد مستمعينا الكرام بكل أصدقائنا وأحبتنا اللي معانا من بداية طاقات بلا حدود، بداية حلقتنا اليوم، وأيضا اللي انضمونا في هذه اللحظات، وأقول للجميع تقبل الله منكم. أذكركم أن ضيفنا اليوم لكل اللي طبعا يبون عندهم بداية مشروع، عندكم مشاريع فيها إخفاقات، أو عندكم حابين تاخذون أي مشروع اليوم لتطوفون عليكم، لأن اليوم ضيفنا المهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني. لكل اللي حابين يتواصلون مع الأستاذ صبحي عبر أرقام تواصلنا عبر SMS مشتركي الSTC على 84 7700، موبايل على 640-660 وزين 7462-62، وخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أفأم وآت أمين العبدالله. أستاذ صبحي، يعني تحت الهواء إحنا قاعدين ندردش شغلات كثيرة، يعني في أنا قفلنا قبل الفاصل على المقولة اللي أنت قلتها أو معادلة في حياتك. المعادلة هذه أنت قلت فيها أن جميع الأفكار والأهداف ممكن أنها تتحول إلى واقع مهما عظمت وتفاوتت بين الخير والشر. ليش قلت المعادلة أو المقولة هذه؟ الإنسان ربنا خلقه بإمكانيات عظيمة جدا ما يستطيع أن يحصيها. يعني مثلا ربنا عندما قال للشيطان أخرج، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني ربنا خلق الإنسان بيده. وربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإننا موسعون، والسماء أيضا بناها بيده. فمعناها إيش معناها؟ معناها عن كناية، عن دقة الصنع. فإحنا بالعكس، والإنسان كمان ونفخت فيه من روحي، فإحنا فينا من روح الله وربنا صنعنا بيده، عندنا إمكانيات غير عادية. مين يصدق إنه قبل 100 سنة ممكن الإنسان، ما حد يفكر قبل 100 سنة إنه ممكن الإنسان يتكلم هنا ويسمعوه
آلاف الأميال. صحيح بالفعل. أول الإنسان يطلع على القمر ما أشياء ما ممكن. فلذلك الإنسان عنده إمكانيات عجيبة جدا. فعندما يبدأ الإنسان مشروعه لا يفكر إلا أنه يستطيع أن يصل. يعني مثلا أنت أمينة بنفسك، ما هي طموحاتك في هذه الحياة؟ شو أنا أولا طموحي أني أقدم حق مجتمعي شيء، يعني إعلام، والإعلام ما شاء الله الحين صار مفتوح عندنا في السعودية. يعني ممكن أي شخص حتى لو ما كان عنده شهادة إعلامية ممكن يطلع على المايك ويكون إعلامي. لكن التوجه هنا بيفرق ما بين إعلامي وما بين إعلامي آخر. أنت الآن إيش هدفك في الحياة؟ أني أول شيء أخدم مجتمعي، أني أقدم بصمة أمينة. أنت هنا عن طريق إيش تقدم؟ عن طريق تكوني إيش؟ أني أكون أولا نموذج لما يذكرون اسمي. ماكو احد يعني بيضل في نفس المسيره. لما ينذكر اسم امين العبد الله تقولون كان في اعلاميه اسمها امين العبد الله فعلا عملت بصمه. صحيح. ممكن يوم من الايام اكون ماسكه محطه. نعم. بس اتمنى ان تكون صاحبه محطه. صاحبه محطه. لذلك بصوت. لذلك بسبيلها فلوس واجب. انا اقول انا ارجوكي لا تتهاوني في هذا الموضوع، لانه ممكن امين العبد الله يوم من الايام يكون لها محطة خاصة فيها. أديك مثل واحدة مرة أديك مثل ما أتكلم من فراغ. أنا كنت في موقعنا في دبي في بورتكابين، لسه المشروع حتى الآن في بدايته. جاتني واحدة أخت محررة عملت لقاء معايا، فقلت لها أنت إيش هدفك في الحياة؟ قالت لي أنا أكون رئيسة تحرير المجلة الفلانية. حلو. فوربس بالتحديد. طبعا مجلة عالمية. قلت لها لا، خدي هذا الكتاب تبعي في ذاك الوقت. حلو. واستخدميه تكوني رئيسة التحرير. اتصلت فيها قبل حوالي 6 شهور من الآن، قالت لي أنا اشتريت فوربس العربية. واو حلو. ماشي. هذه بروح معها. أيوة. فما أتكلم أنا من فراغ. الإنسان صحيح. عنده قوة عقلية وبشرية وربنا يسهل له الأمور. صحيح. لأنه بس يؤمن بأهدافه، يؤمن بطموح. هذا هو. لذلك مين الألف الناجحون قليل والفاشلون كثير، والسبب انه الـ 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 الناجح عنده يقين بالنجاح والفاشل فقد ذلك اليقين. أكيد. فانت يجب ان يكون عندك يقين بالنجاح، هذا هو سر رسالة الكتاب تبعي ان شاء الله. طبعا والشخص لازم يرسم لفين هو واصل، يعني يرسم خطه على أساس أنا اليوم هنا بكرة هنا وبكرة أنا أحقق أهدافي step by step أو خطوة بخطوة وإن شاء الله. أنا يعني أنا في كتابي عندي وسائل، مش بس يعني كلام، مش وسائل وسائل للوصول إلى النجاح، يعني خطوات وأشياء تعمليها حتى تستطيعي أن تشتري المحطة. أنا ما رح إن شاء الله، أنا ما رح على فكرة أستاذ صبح، أنا ما رح أشتري الكتاب، أنا أنطر الدزلي بأهداف خطيتك أبي. هذا واحد من أهدافي. طيب خليني أروح يعني عشان أعطيك حقك أكثر. الجوائز ما شاء الله تبارك الله عيني عليك باردة اللي حقك أخذتها. أنت منحت من شركة إرنست يونغ لقب رائد أعمال عام 2008 في الشرق الأوسط، وبعد ما تم اختيارك ما بين 16 مرشح من قادة الأعمال الإقليميين الموهبين وأيضا الفاعلين، وحصلت أيضا طبعا على هذه الجائزة نظير لعملك الدؤوب وسيرك على بناء مؤسسة ناجحة خلال وقت قصير. أيضا إسهامك بشكل كبير في تعزيز معايير الرعاية الصحية في المنطقة، وحصلت أيضا على جائزة تكريم المرموقة لعام 2010 عن فئة القائد المتميز للشركات، وأيضا نلت جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية المتميزة استناد إلى إنجازاتك خلال عملك كرائد من رواد قطاع الرعاية الصحية. طبعا هذه يعني جوائز عدة، إن شاء الله أنا ما نسيت شيء، بس ما نسيت شيء إن شاء الله. قد إيش تعني لك الجوائز هذه؟ إيش تعني الجائزة لشخص شخص، ما هي لي أنا، هذه جوائز أنا أمثل منشأة. فالجائزة هذه عبارة عن نتاج 6000 شخص. نعم. أنا أمثلهم. فالجائزة عبارة عن تيار كهربائي ينتشر في المنشأة ويحركها. يعني تخيلي أثر هذه الجائزة على الموظفين، أثر هذه الجائزة على سمعتنا أمام البنوك، أثر هذه الجائزة سمعتنا أمام موردينا، أثر هذه الجائزة على سمعتنا أمام وزارة الصحة. حلو. أمام الجهات الحكومية. فهي ما هي، فلذلك أنا أنادي في المملكة العربية السعودية أن يكون هناك
سمعتني اخدمينا؟ اي سمعتك طبعا. اللي طالع في التلفزيون؟ لا اطالع في الاسئله. ما شاء الله أنادي أنا عليك. انا انادي في بلدنا ان يكون هناك نظام ممنهج للجوائز في المملكة. حلو. عن طريق الملك، الأمة المثالية، المعلم المثالي، الشركة المثالية، الجندي المثالي، عامل النظافة المثالي، الطيار المثالي، طيب الطبيب المثالي، أنت إلى آخره إلى آخره. أنا أقصد أن الجوائز هذه عندما تمنهج بهذا الشكل وتكون سنويا ترفع مستوى الهمة أكيد. في كافة فئات الشعب. صحيح أنا أتفق معك. إمام المسجد المثالي، الشيخ المثالي، أكيد حيحفزهم. نعم. طب نعم. بس أستاذ صبحي، أنتم ما فكرتوا كمجموعة مستشفيات السعودية الألمانية تكون عندكم جائزة خاصة فيكم؟ إنه إيش يعني؟ إن نحن نديها لموظفين أو خارج الخارج الكل يشارك فيها، حتى مو بشرط من السعودية، من دول الخليج. والله إحنا يعني فكرنا فيها كذا مرة لكن ما فعلناها، فأنا أعتقد أنه آن الأوان نحن نفعلها. يعني ما شاء الله، بس عشان بعد أعطيك حقك، إن أيضا حست على جائزة المسؤولية الاجتماعية وسام الأرز اللبناني. نعم. إيش بالضبط وسام الأرز اللبناني؟ هذا وسام فارس. أداني هو رئيس دولة لبنان أمين لحود على الإنجازات اللي احنا سويناها في العالم العربي. حلو. طيب أساس إن الوقت للأسف داهمنا سريع، 10 دقائق يمكن قدامنا، في مجموعة من الأسئلة أحب أني أطرحها عليك، ومع أن الأسلام أسئلتي لك ما خلصت. أنا أم نادية نشكرك على كلامك، شكرا لك أستاذ الصبح على تواجدك. من خلال مثلث ماسلو وطريقة التعامل مع، تستطيع أن تصنع نجاحك بغض النظر عن الطرق الست. طيب إيش رأيك، حب تعلق عبد الله الشمراني من الدمام؟ الطريق إلى مكة ما له عدد، وأي طريق. حلو. فأي وسيلة للوصول للنجاح واردة. يعني أنا ما أقول إنه طريقتي هي الطريقة المثلى، لكن أنا طريقتي محلية، ما ماسلو، طريقتي محلية إسلامية. جميل. ثقافية يتفاعل معها الإنسان. حلو. طيب أيضا بيسألونك، في عندك حساب في تويتر؟ حابين يتواصلون معك في تويتر، في عندك حساب أستاذ صبحي؟ أنا حتعمل حساب اليوم. أي لا، أنا عندي حساب في تويتر. أيوة. جميل. بس للأسف عندي حساب في تويتر وفيسبوك وواتساب والآن في تيليجرام، فصراحة صرت أدوخ بينهم. تويتر ما يعجبني أنا كثير لأنه محدودة، كلماته محدودة. أنا أتعاطى على الواتساب. الله يحييكم على الواتساب. حل. على نفس جوالي اللي ذكرته الأول، 0505-621569. ما شاء الله الشباب على تويتر كتبوا حطة وأنا رفضت لهم. طيب بسام المحمدي بيقول أنا تخصصي هندسة بترول وآخر ترم، بس شغفي في التجارة، هل تنصح الأستاذ صبحي بعد ما أخلص أتجه للتجارة أو لا؟ ولا أنصحك غير كذا، ولا في نصيحة غير كذا، لا تشتغل في أي مكان. أنا جدي يخلص على دراستك. نعم، خلص دراستك وأسلك طريق طريق النجاح. أشتغل. إياك تتوظف عند أحد. حلو. عبد الله عمر بيقول مساء الخير أستاذ صبحي، هل مريت في مشكلة مالية وكيف خرجت منها؟ كل يوم. أنا أكثر مشكلة زعلتني سوق المال. سوق المال أنا أنصح لا أحد يحط إيده في سوق المال. أنا طول عمري ما أقامر في هذا السوق طول عمري، لكن لكن ليش ما تغامر فيه؟ لأنه مغامرة، لأنه صغار المستثمرين يغرر بهم، فلذلك هذا السوق لكبار المستثمرين. أفضل. أنا أفضل إنه الشباب والشابات ما يحطوا يدهم في هذا السوق، لأنه سينتهوا بخسارة. نعم. لأن هذا للكبار بس. طب قبل ما أطلع الفاصل، قرار أخذته وندمت عليه، وقرار أخذته وحسيت أنه كان فعلا في مكانه الآن كذا فجأة؟ طيب نطلع فاصل وبعدين. نعم خلينا نفكر. نعم. رح نطلع فاصل مستمعينا الكرام، لكن أكيد رح نرجع معاكم مع مشاركاتكم الهاتفية على رقمنا 012-61-61-100، هذا رقم خط هاتفنا المباشر والمجاني، واللي حابين أيضا يطرحون أسئلتهم على المهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني عبر الاسم اس، مشتركين الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم وآتمين العبدالله. طاقات بلا حدود
نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. رح نبدا استاذ صبحي، رح نبدا بالاتصالات الهاتفيه. الوقت ما شاء الله بدا يدهمنا سريع، فخلينا نبدا بالمشاركات الهاتفيه. ناخذ اول واحد، مين معنا؟ حاتم الحربي. اخوي حاتم، يسعد مساك. يسعد ايامك. السلام عليكم. يا هلا وعليكم. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. السلام ورحمه الله. تفضل. اقول بس يا سيدي، لو تكرمت يعني لو تعطينا ثلاث نقاط يعني تهيئنا بس ان ناخذ الكتاب ونبغى نشوف النقاط هذه وش هي اللي يا حربي. 50 ريال الله يهديه. الكتاب 50 ريال الله، روح الجرير دي ضيع علينا البيع ابن الحلال. انا ما عليش، انا والله ما احسدك على ال 50 ريال هذه، بس انا عندي نقاط اتوقع ان تختصر الست النقاط اللي عندي. طيب لا عندك ما في مشكله. حلو يلا قول لنا. قول نقاطك. النقطه الاولى هي الفكره. طيب. هذه حقتي، هذه اللي هي انا وافق عليها. النقطه الثانيه هي الصبر. حلو. طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 9 أشهر الرزق من التجارة. طيب. حلو. فأنا أقول أي شخص وهو ما يستطيع إنه يدخل وظيفة يقدم على برنامج ريادة أو يقدم على عبد اللطيف جميل، باب جميل. طيب. باب رزق جميل. فهم يدعمونه وبرزق هذا راح يكون أول باب له. حاتم التجارية. طب حاتم عطنا نقطتك. نعم. الثالثة شني؟ النقطة الثالثة هي الصبر والمثابرة. يعني طيب. يعني لا يروح يقول أنا بدخل عمال، مثلا بيفتح محل بيقول أنا بدخل عمال في المحل أو أنا بس أكون مشرف. لا أنت تكون عامل في محلك. طيب شكرا لك. أنا ابتديت والله في محل راس ماله 16,000 ريال. طيب الآن والله الحمد لله دخلي اليومي الفائدة اللي في جيبي أكثر من 3,000 ريال خلال 4 سنين. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. هذا اللي أقوله. حاتم بيض الله وجهك. نعم. طيب حاب تعلق على كلامنا. طب نفس الفكرة أنت، هي أكيد أي بزنس بيبدأ بالفكرة. بس أنا ما جاوبتني على سؤالي. معنا الدكتور. دكتور متعب. تفضل أخوي. أهلا. يا هلا دكتور، تفضل. مسيك بالخير أختي أمينة. مساك الله بالرضا والسرور، تفضل. مسيك بالخير باش مهندس. ما حيا دكتور متعب، الله حييك. سعيد جدا بسماع صوتك والمشاركة والمداخلة معكم اليوم. تفضل. ما أطل عليكم، بس عندي نقطة لو تسمح لي بها باشمهندس، اللي هي مكة المكرمة، مهبط الرحيل، مهبط المسلمين وقبلة المسلمين. أتوقع أنه هذا على الأوان بالنسبة لكم أنكم تتوجهوا لفتح مستشفى خاص يخدم مكة المكرمة وأهاليها، خصوصا في زمن وجود الآن كلية الطب في جامعة أم القرى في مكة فيها أعضاء كبيرة. طبعا أنا مش مع أحد من سمي جامعة أم القرى وليس بالطبيب يعني، بس فقط النقطة أحبيت أن أثيرها. كذلك بالإمكان مثلا عشان نقطة الدكاترة غير المسلمين والأجانب ممكن أن تكون في أحد الضواحي القريبة من مكة، بدل ما يتحمل المرضى المشوار إلى جدة مثلا أو أقرب مكان. كذلك نقطة أخرى اللي هي وجود شركات التأمين كذلك الآن ممكن أنهم يغطوا مثلا الكوست بالنسبة لكم في تشغيل المستشفى. طيب شكرا دكتور. شكرا دكتور متعب، تفضل. أنا لو سألتني الأخت أمينة إيش تتمنى في هذه الدنيا، أقول لها والله يا أمينة أنا أسعى إن أنا أسوي مستشفى للغير قادرين في مكة. وكنت تكلمت مع أحد تجار مكة على أساس يعطيني أرض أعمل عليها هذه المستشفى، ووعدني ولا نزال ننتظر لنا الآن سنة في هذا الموضوع. إن شاء الله يكون يسمعنا ويسر في هذا الموضوع. هذا موضوع الآخر. موضوع مكة مشكلتها الآن الأراضي وغلاء الأراضي، وهذا في الواقع تحدي يواجهنا في جميع أنحاء المملكة، لكن في مكة بصفة واضحة. للأسف الشديد أنا أحتاج ناس يتشاركوا معانا في أو يعطون أرض للإيجار بمدة طويلة في مكة. إن شاء الله نأمل هالشيء. طب ناخذ عبد القادر معنا، مشاركة أيضا هاتفية يعني قرب. السلام عليكم. يا هلا وعليكم. السلام. تفضل أخوي. كيف حالك أخت أمينة؟ حياك الله. الله يحييك ويبقيك. تفضل أخوي عبد القادر. بارك الله فيك. أبو أسأل الدكتور سؤالين الله يحفظك. تفضل عطنا إياهم على السريع. أول سؤال، أول شيء أنا بحترم المستشفى الألماني السعودي. بارك الله فيك. في فروقات في الأسعار بين جدة وخميس مشهد واليمن صنعاء، بارك الله فيك. طيب وسؤالك الثاني؟ فروقات كثير. السؤال الثاني أبغى عبر MBC FM. احنا ألف أبغى أعمل عملية لألو.
اي طيب. طب ها الشيء اعمل عمليه ويعطينا تخفيض الدكتور الصبحي. جوالي عندك 0505621569. والله ماكو اروع, والله ما في اروع من كذا. قاعد اعطيكم رقم يا جماعه الخير. يلا الو اعطوني رقم الله. طيب حيعطونك الكنترول اخي عبد القادر. 0505621569. طيب انا حخلي الكنترول هم يعني نقلونا الرقم. بالنسبه لتفاوت الاسعار حاب تعلق عليها؟ يعني كل منطقة لها قوة شرائية أكيد. مختلفة. يعني في اليمن ما تتوقع أنه أسعارها زي أسعار السعودية. نعم. طب إحنا للأسف الوقت دهمنا, يعني ما في قدامي أقل من دقيقة. الدقيقة هذه أحب أخليها لك أستاذ صبحي. إيش حاب كلمة توجهها لكل اللي قاعدين يسمعونا الحين, بالذات البنات والشباب اللي على بداية أول عتبة في حياتهم المهنية؟ والله والله شوف أنا أقسم بالله إنه يا جماعة لا تدوروا على الوظيفة, والله الوظيفة سجن, والله ما في أفضل من العمل الحر. يا سلام. مهما كانت الصعوبات, مهما كانت الصعوبات, إياك والوظيفة, إياك والوظيفة, وبيلاقون نفسهم فيها بعد. يعني قدام. طيب احنا للاسف لو قدامنا جدا سعدت بتواجدك معنا اليوم. انت يعني ساعه قليله, يعني انا ما حسيت اني سالتك اي سؤال بصراحه لنا الان. لكن جدا سعدت بتواجدك معنا اليوم, يعطيك الف عافيه. مشكور على هذه الساعه اللي منحتنا فيها من وقتك. شكرا يا مينا. شكرا. شكرا لك. برنامج رائع. شكرا لك. انطي بصلك. مستمعينا الكرام, كان معايا المهندس صبحي بترجي, الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعه مستشفيات السعودي الالماني, وايضا حامل لواء اسره بترجي ونجاحاتها من بعد والده المرحوم عبد الجليل بترجي. خليكم معي في ساعتنا القادمة من طبابة ألف.